تليفون، اخر اتفضلي. تليفون في حلقتنا النهارده. الو. الو، ايوه ايوه يا فندم. اهلا اتفضلي. وسهلا. اول حاجه بشكر حضرتك على كل برامج الممتازه، وبشكر القائمين على البرنامج. ميرسي. ليا سؤال. انا كنت عامله مقطعيه من كام يوم كده، بس خدت فيها صبغه، وبعد تاني يوم على طول لقيت تورم جامد جدا في الغده. قعد يومين وبعد كده راح التورم ده، بس برضو لسه مازال موجود حاجه بسيطه. تورم فين حضرتك؟ في اي حته؟ في الغده، في الغده رقبتي. الدرقيه. اه. وعملت اشعه مقطعيه على ايه وعشان ايه؟ كنت عامله اشعه مقطعيه على الكبد بالصبغه. غالبا دي تصادف، يعني ما فيش علاقه خالص ما بين الصبغه بتاعه الكبد اللي بتاخديها في الوريد او بتاخديها عن طريق الفم وتضخم الغده الدرقيه. ده تصادف حصل، جايز التهاب ساعتها في الغده الدرقيه كبرت، وزي ما قلت بعديها بيومين اختفى. اه. فما فيش اي ربط او فيش اي رابط ما بين الصبغه وتضخم الغده الدرقيه خالص يعني. طب اعمل تحاليل او اعمل اشعاعات او اعمل اي حاجه؟ هو لازم حضرتك تعملي تحاليل طبعاً. عموما كده ولا طبعاً. كده يعني؟ اكيد يعني، اكيد يعني. اعمل تحليل على الغده؟ على الغده احتياطيا. آه. احتياطيا ما دام حصل ان هي التهبت وكبرت يبقى لابد نعمل تحليل، نعمل اشعه تلفزيونيه ونعمل هرمونات الغده ان شاء الله. طب شكرا يا دكتور. العفو يا فندم. نشكرك.